السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني ديالي في المغرب وخارج المغرب، كنحييكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وبصراحة اليوم ما كانش الموضوع ديال الحلقة هو هذا، ولكن كنت مضطر باش نجاوب على بعض الانتقادات اللي توصلت بها البارح فيما يخص الفيديو اللي لحت على أسماء بيوتي. أولا وقبل كل شيء، الناس اللي يعني الرجال اللي دخلوا عندي انا وانتقدوني انا ودافعوا على اسماء بيوتي، انا بغيت نقول لك واحد المساله، بان مساله الرجوله ديالك مشكوك فيها، حيت باش انت تدخل عند انسانه المضمون ديالها كيخص النساء وانت داخل وسط دوك النساء ومتبعها، يعني كنتمنى تعيد النظر في نفسك. المساله الثانيه، الناس اللي كانوا كيكتبوا لي باللغه الفرنسيه، بغيت نقول لك لا، بان الا كنتي كتحدثي اللغه الفرنسيه والدماغ ديالك مجمك في العجينه، راه انوتيل، يعني راه لا فائده من ديك اللغه الفرنسيه، حيت اللغه الفرنسيه كتعبر على واحد المستوى ديال الفكر ومستوى ديال واحد الانسان مثقف. المساله الثالثه هي ان الناس اللي كانوا كيقارنوا ليا ما بين اسماء بيوتي والاخ يوسف الزروالي، راه لا مجال للمقارنه، وغادي نعطيك تفسير. الاخ يوسف الزروالي من يفتح القناه وكان الهدف ديالو دائما هو تقديم المساعده وايصال بعض الحالات المستعصيه للنظام المغربي والمسؤولين باش يتكلفوا بالقضيه، وكان الجهد ديالو هو يعاون باش معطى الله تعالى، ومن نهار قام بفتح القناه وهو هذا هو الواجب ديالو. والقص احسان من بعض الفئه في المجتمع المغربي، يعني فقراء اللي كان كيعجبهم الحال وكانوا ناس مثقفه اللي عرفت الدور ديالو، ورياضيين، اساتذه، ورجال دين اللي كانوا كيدعموه، يعني هاد الفئه كامله كانت كدعمو، وفعلا قام بالواجب وقام بالمسؤوليه على احسن وجه، ونال الحب ديال المغاربه وكيستاهل. اما فيما يخص اسماء بيوتي، غادي نقول لك اسيدي، اسماء بيوتي نعرف شحال القناه كانت كان الموضوع ديالها هو يعني مسائل يوميه روتينيه، اش كتقوم، اش كدير، كتمشي تسوق، كطيب، كدير تنظيف، حيت هذا هو المستوى ديالها. الاخت ديالكم اسماء من بعد من سهل عليها الله سبحانه وتعالى بدات كتفاخر وبدات كتسميتو ودخلت شيفشي، ولات انا شريت طوموبيل، انا شريت ارض، انا شريت صالون، وانا كندي بنتي تاكل في ماكدو، وانا شريت لها هاد الكسوه، وانا هادي وديك، دون مراعاه يعني الفئه اللي متبعاها، رغم ان بين قوسين بان الفئه اللي متبعاها كلها متوسطه، راه ما كاينش شي واحد اللي متبع اسماء بيوتي من يعني زعما شي انسان مثقف وواعي ويعني عارف بحق الوقت، ولا كاين شي دكتور، ولا كاين شي محامي، ولا شي استاذ، ولا شي رياضي، نو المتابعين ديالها كيمثلوك انت، يعني محدودين. ورغم كل شيء ما احترمتهمش. الاسماء بيوتي كتنوض وكتستغل سيدي الفرصه في شي ظرف طارئ ولا في شي مناسبه ديال العيد ولا دين، اش غدير ملي كيكون شي ظرف طارئ؟ كتنوض كتقدا سبعه ولا ثمانيه ديال القفات عامرين يعني بالسلعه، وكتبدا تفرق فيهم على ناس كتعرفهم، وكتصورهم باش تنال حب المغاربه. وفعلا هاد الفعل الشيطاني هذا نجحت فيه. اما الاخ يوسف الزروالي فكان الهدف ديالو من الاول تصوير ونشر ما هو ما يجب نشره لايصاله اما للناس الاغنياء باش يعاونوه، ولا المسؤولين باش يتكلفوا. هذا ما كان، وإذا كان دماغك مسدود راه ماشي الذنب ديالي انا،
سير عيد النظر في نفسك. وكنشكر الاخوان ديالي اللي دعموني البارح والناس اللي كانت اللي عجبها الكلام ديالي واللي شاركت في القناه، وكنطلب منكم تعاودوا ثاني تبارطاجيو الفيديو وديروا لي جيم، وكنستنى دائما النقد وانا مستعد للرد.